أود سيادة المستشار على ما ذكرته اليوم السيدة النائب عاليا صيف عندما تقول بالحرف الواحد عن عزوف الشركات الكبرى عن المشاركة في مناقصة مشروع مترو بغداد. وبحسب السيدة النائب أن شركة واحدة فقط تقدمت، هذا التصريح اليوم. تحياتنا للنائبة عاليا صيف. تواصلت مع النائبة أنا بصراحة وتحدثنا كثيرا في هذا الموضوع. هي استندت على خبر تم إعلانه، الخبر كان في خطأ طباعي أنه التمديد لمشروع مترو نجف كربلاء والعرض الوحيد المقدم في مشروع مترو نجف كربلاء أو قطار نجف كربلاء السريع، وهذا لا يتطابق مع المعايير اللي موجودة في العراق، أنه يجب أن تكون هنالك ثلاث شركات على الأقل لكي تكون هنالك منافسة حقيقية في إحالة هذا المشروع. إنما ما ورد بخصوص مترو بغداد لا، كان هذا الخطأ الإعلامي اللي تم مناولته في الصحف في مواقع التواصل الاجتماعي. أي. تم تدارك هذا الخطأ وتم تصحيحه. السيدة النائبة كانت قد قرأت هذا الخبر، وعندما تحادثت معها يعني تفهمت الموضوع وقالت إذا أنا فهمت خطأ، وتم تصحيح أيضا وجهة نظرها في هذا المجال. ولذلك أنا كنت حريص أن أستمع إلى ردك.